ولمناقشة الموضوع ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول المتخصص في الشأن التركي السيد معين نعيم. مرحبا بك معنا سيد معين. مرحبا بك. كيف تقيمون سير العملية حتى اللحظة في ضوء وجهات نظر متباينة تجاهها؟ أنا أعتقد أن على الأقل على الصعيد الميداني من متابعتنا يبدو أن العملية تمضي بسرعة وتتحرك ضمن خطة واضحة ومنظمة. هي عبارة عن ضرب نقاط القوة لقوات البيادي وثم واليابيجاء الإرهابيتين، وبعدها دخول لقوات الجيش الوطني السوري مدعومة بوحدات خاصة من الجيش التركي. على صعيد الميداني كما أعلنت وزارة الدفاع أن هناك أكثر من 14 قرية وبلدة تم السيطرة عليها حتى اللحظة في العملية، وقتل حوالي 400 عنصر من الميليشيات المستهدفة. أما على الصعيد السياسي والدولي، أعتقد أن تركيا تتسابق مع الزمن في موضوع المحاولات شيطنة العملية من عبر أبواق إعلامية ومنصات إعلامية عالمية كبيرة وأطراف دولية في أوروبا وأمريكا والكيان الصهيوني. لكن في نفس الوقت يبدو أن الدبلوماسية التركية ما زالت تعمل وبشكل قوي على تخفيف حدة الهجمات، ولكن هذا الأمر لا أعلم ماذا إلى أي نقطة سيصمد أمام الهجوم وأمام حقيقة النزاعات الداخلية في الدول وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الموقف من تركيا. نعم. إجمالا كيف تعاملت تركيا مع ردود الفعل أو المواقف تجاه هذه العملية سواء في الوسط العربي أم الأوروبي والدولي كذلك؟ أنا أعتقد أن تركيا قبل العملية ركزت على قوتين، وهي القوتين العظميين في العالم، روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وتوافقت معهما بشكل أو بآخر على بداية العملية. هذا نقطة. أما على صعيد ردات الفعل فأيضا تحاول اليوم تركيا أن تركز على القوى المؤثرة في العملية، وروسيا يبدو أنها قد تم التفاهم معها ويبدو أنها موافقة على العملية بكل تفاصيلها، لكن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول الدبلوماسية التركية عبر التواصل عبر القنوات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية الأمريكية نفسها بمستشاري وقيادات في الحكومة التركية، وعبر التواصل المباشر مع ترامب والقيادات التي حوله حتى المعارضة للعملية منها لسميهم عن الهجوم أو على الأقل التصعيد ضد تركيا. فما زالت الدبلوماسية التركية تحاول قدر المستطاع، لكن أعتقد أن المعركة الدبلوماسية في أمريكا ما زالت تحتاج إلى جهد وما زالت. أستاذ معين، قد يكون الوقت مبكرا لهذا السؤال التالي، ولكن هل تتوقع أو هل من المتوقع أن تطول هذه العملية أو البقاء التواجد التركي الوجود التركي للقوات التركية في الأراضي السورية؟ ماذا بالنسبة للزمن والوقت؟ يعني لا أعتقد أنني ممكن أن أتكلم في موضوع العسكري هذه العملية، لكن أعتقد أن العملية كعملية أولية لن تطول كثيرا، وتركيا ما إن تنجح في تحقيق أهدافها مباشرة تتحول إلى قوة مساندة وتسلم كل الملفات للقوات المحلية كما حدث في الأراضي التي تم إعادة السيطرة عليها وتحريرها في بعملتي درع الفرات وغصن الزيتون. فتركيا الآن كما ترى كما تشاهدون في الإعلام في المواجهة وفي المقدمة الذي يدخل القرى مباشرة هم عناصر الجيش الوطني السوري. نعم. وتركيا لا أعتقد أن تركيا معنية بالبقاء في الميدان بقدر ما هي معنية بإبعاد شبح المعركة وشبح المواجهة عن حدودها بطرد هذه الأشياء إلى العمق. شكرا لك أستاذ معين نعيم المتخصص في الشأن التركي، كنت معنا من إسطنبول.